اليوم من خلال الجولة في المديرات العامة ديال الأرصاد الجوية تعطتنا التوقعات آخر توقعات لتتبين الحمد لله بأن إن شاء الله في أواخر الأسبوع بداية الأسبوع المقبل غتكون كذلك أمطار إن شاء الله اللي تكون مهمة وكذلك ثلوج في على صعيد التراب الوطني بكيفية عامة خصوصا في النواحي ديال الشمال الشمال الغربي والشرق وكذلك في الوسط بالنسبة للثلوج. اللي مهم في هذا الأمر هو أنه اليوم تبعنا كذلك التطور اللي وقع بالنسبة للنموذج ديال الحاسوب ديال الأرصاد الجوية واللي دابا غتمكننا إن شاء الله نوصل لواحد الدقة أكبر ديال كيلومتر ونصف. هذا غيجعل أنه اليوم إن شاء الله غنعطيو لرؤساء الجماعات المحلية المنتخبين وكذلك السلطات العمومية تنبؤات باش يدار أولا ما هو مرتبط بالإنذارات الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار، وثانيا كذلك باش أنه نسهلوا عليهم الإمكانية ديال التفاعل مع التغيرات المناخية. أنتم تتعرفوا بأن احنا في واحد الظرف بلادنا تتعرف والعديد من دول العالم تيعرفوا واحد انعكاسات ديال التغيرات المناخية، وبالتالي هذوك المظاهر القصوى فهي غتعرف كذلك حضور أكبر، وهذا تيجعل أنه من الضروري أننا نقويو من جانب ديال اليقظة ونقويو كذلك من جانب ديال الإنذار، وهذا الأمر كذلك غيدار في إطار الحق الوصول إلى المعلومة والإطار كذلك ديال تقوية الإمكانيات والمعطيات اللازمة اللي تقصد توفر بها كل الذين يشتغلون معنا، لا بالنسبة للسلطات المحلية ولا ما هو مرتبط كذلك بالجانب ديال الصيد البحري ولا ما هو مرتبط كذلك بما هو أساسي بالنسبة لأمن البلاد.